فيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي اي ودلوقتي يلا بينا نبدأ. يوم جميل جدا يوم جميل جدا المرور واقف بس برضه يوم جميل جدا. انا ممثل يوم جميل جدا. يوم جميل جدا. يوم جميل جدا. طب النهارده يوم جميل جدا. ايوه وهحضر لك فطار جميل جدا. فطار جميل جدا لايق على اليوم الجميل جدا ده. كل الايام جميله جدا بقولك. ايوه حتى اللي فيها مشاكل. ايوه النهارده اكيد مفيش مشاكل صح. يوم جميل جدا. انا فرحان ده حتى البلد كلها بتقول يوم جميل جدا. مش كل البلد كمان كل العالم. انا هشرب عصير الافوكادو ده. استنى انا قصير بس I believe I can fly. I believe I can touch the sky. هاكل كل الفاكهة. مش مشكلة ان انت تاكل كل الاكل اللي عندنا عشان فضل اليوم جميل جدا. ايوه واليوم ده ما فيهوش جوع ولا عطش ولا اي حاجة. مليان الحب. طوم انت بتضربني؟ ايه ده مش عارف هو ايه الكلام اللي انا بقوله ده. بس النهاردة يوم جميل. ايه ده توم هو ايه اللي بيحصل لي؟ هو ليه احنا بوزيتيف بزيادة قوي كده؟ هو ايه الكلام اللي انا بقوله ده عشان كده ضربتك اصلا؟ انا استنى. يوم جميل جدا. استنى كده جربت تضربني انت كده يا توم. يوم جميل جدا فانا مش هتضايق خالص. هو ايه اللي بيحصل؟ نعمل ايه؟ مشكلة. طلعت المشكلة مش مشكلة حد، دي مشكلتنا احنا. مشكلتك انت اللي اخترت. انت قلت يوم جميل جدا. يوم جميل جدا يا طارق. لا ما فيهوش مشاكل. لا النهارده دي اصلا مشكلة. يوم جميل جدا. ضربت نفسي علشان النهارده يوم جميل جدا. لا ايوه النهارده يوم جميل جدا. جيري كبر دماغك. كبرها وهتفهم اكتر. ايه ده؟ ان معلومه يعني هاته معلومه يعني هي تبصي ان مرض يوم جميل جدا انه مرض خطير جدا ينتشر بسهوله كبيره. وما هي الاعراض؟ الاعراض بسيطه جدا. ان الانسان يصحى من النوم. يوم جميل جدا. بس على فكره المرض زاد اكتر بقينا بنقول طول الوقت. طب مرض يوم جميل جدا ده بينتشر بسهوله. كل ده بسببك انت ونينيهاتك. انا ما كنتش عارف ان يوم جميل جدا ده هيبقى مرض خطير. بس احنا لازم نطلع عند النينيهات بسرعه. انا طالع عندهم. او حصلني يا توم بسرعه. حصلني. روح عند النينيهات وقول لهم ما حدش يقول الكلمه دي تاني. ماشي انا هخش هنا. نيانيا يوم جميل جدا. نيانيا لا حتى الاسانسير. وصلت تمام. اهو الباب بيطرق. انا الان هو في ايه؟ جميل جدا. انا اخش بس انا الان شو يوم جميل جدا. يوم جميل جدا متأكدين ان انتوا طبيعيين؟ ايوه. توم انت مالك واقف حزين كده؟ توم انت مالك واقف حزين؟ مش عارف. اصلا دول جم في بيتنا نصحى من النوم ونقول يوم جميل جدا. لحظة واحدة بس يا جماعة. اسكتوا. انا ما
ما يستوعب مني أنا وار استوعب. أنا عندي فكرة. يوم جميل جدا. يوم جميل جدا يا. لا طبعا ده جميل أنا بهزر. جميل جدا ورائع. أونيانيا. جميل جدا. أونيانيانيانيا جميل جدا. أيوة جميل. أونيانيانيانيا ليه كده؟ اسكتوا بقى. ليه كده؟ بس يتعب. ده يوم جميل جدا. يوم جميل جدا. لا استنوا يا جماعة. توم يلا نهرب بسرعة. انا خايف. انا هيتعزيني مهجيني مرض اكتر ما هو جاي لي اصلا. اقول لك انا واقف في المطبخ ليه؟ يوم جميل جدا. انا على مرة واحدة رحت لقيتهم اخدوني يلا راس معانا. يوم جميل جدا. تعال نمشي من هنا بسرعة نطلع برا. يلا يا توم بسرعة انا جاي. استنى انا ماشي. يلا هما الاصل فهم هيفضلوا طول الوقت يفضلوا يقولوا لغايه لما يصدعوا. يلا يلا ماشي. يلا هنمشي دلوقتي. طب الحمد لله ان احنا خرجنا صح. ايوه كويس. تعالى نلا بسرعه واحنا يوم جميل جدا. ازيك يا ماما؟ انت وحشتيني النهارده يوم جميل جدا صح؟ طبعا. طب يلا بسرعه لما نتعدي. نهرب من البلد ولا ايه؟ لا احنا لازم. يلا يا طب بسرعه لما نتعدي. يوم جميل جدا. يوم جميل. لا 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 تعالى يلا بسرعة. يلا ناخد اي عربية بس انا محبش السرعة. ما احنا عربيتنا في كل البلد يا جيري ما تقلقش. استنى صحيح هما بالنسبة لهم يوم جميل جدا فعلا. ازايكم من هذا يوم جميل جدا. مش معقول يوم جميلة. يلا طب بسرعة اركب احسن السي. النهاردة يوم جميل جدا فانا هديكوا عربيتي. طيب يلا يلا تعالى نهرب من المنطقة. انا اسف. او نهرب من البلد كاملة. مش مشكلة يوم جميل جدا. طيب نعمل ايه؟ احنا لازم نعمل ده في الاخبار. استنى يا توم احنا لازم نروح عند المكان في برنامج الاخبار بتاعك اللي هو ايوه اخبار نياعة صح. ايوه بسرعة انا مش قادر انا حاسس اني دايخ. يوم جميل جدا. انا مش متضايقه منكم خالص. صور فين؟ انا هساعدكم لاني طيب. النهارده يوم جميل جدا فانتوا ممكن تصوروا في المكان ده مع ان ممنوع فيه التصوير. ماشي يلا بسرعه نصور هنا يا توم. ماشي يلا يلا بسرعه. يلا يا توم امشي جنبي. يلا بسرعه بسرعه يلا الكاميرا ويلا يلا تعالى جنبي. يلا بسرعة. أيوة بس يلا 3 2 1 على الهواء. النهاردة احنا يا اصحابي عندنا مشكلة كبيرة جدا. احنا دلوقتي في وسط بلد جي تي اي كل الناس. يوم جميل. لو سمحت انت عندك حاجة تقولها. يوم جميل جدا. طبعا احنا عندنا اخبار يعني نهاية النهاردة اخبار في الحقيقة اخبار حقيقية مش اخبار النهاردة اني نهاية فقدوا الجبنة بتاعتهم. لا هذا الخبر ان مرض يوم جميل جدا بينتشر. يا ماما النهاردة يوم جميل جدا. يوم جميل جدا. يوم جميل جدا للجاري. لو سمحتوا جميل جدا. كبروا دماغكم يا اصحابي من فضلكم فكروا في اي حاجة تخليكم طبيعيين مش سعداء بزيادة. انا اسف خوفتكم. مش سعداء بزيادة. خليكم سعداء بطريقة طبيعية. توم عندك حاجة تقولها قبل ما الناس بتوع جي تي اي خلي كبروا دماغكم قبل ما العالم كله يصاب كمان بالمرض ده. ايوة ده مرض خطير جدا. الصوت عالي جدا. يوم جميل جدا. يوم جميل شكله وصل لكل العالم. يا اصحابي بعد اذنكم عشان تبقوا امنين من مرض يوم جميل جدا من فضلكم اكتبوا تحت في الكومنتات ايه ومش هيجي لكم بعد الشر عليكم مرض يوم جميل جدا. كان معكم نيا وجري اقصد نيا وبابا تي تي من وسط مدينة جي تي اي. نيا 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 يوم جميل جدا.
يلا اهرب بسرعة. خلصت الأخبار. أيوة بسرعة تعالي. يلا نركب العربية يا أصحابي. من أهم الحاجات إنكم لما تنزلوا تركبوا العربية أسهل. يلا نط بسرعة، مش لازم تفتح الباب. فتحت الباب برضه. استنى لا، أنا هكلم أصحابي أسأل عليهم. ماشي. هكلم بينك بانثر. الو ايوه بينك بانثر. يوم جميل جدا يا اختي. طب هكلم ما يوم جميل جدا. انا هكلم ماريو. الو ايوه يا ماريو. يوم جميل جدا. ازاي اقول كده يوم جميل؟ ليه؟ استنى طب انا هشغل الام بي 3 مع التليفون على العربيه. النهارده عندنا مشكله كبيره جدا. اوعى حد يتصل بصاحبه على التليفون علشان مرضاه يوم جميل جدا بينتقل عن طريق التليفون. فلو كلمت صديقك وهو عنده مرض يوم جميل جدا هينتقل لك على طول. فاوعى تكلم صاحبك لو انت كويس. يوم جميل جدا. عشان كنت بكلم صاحبي. اشاعات يا طب ده حقيقي. استنى هجرب اكلم ماريو. الو ايوه يا ماريو. ايوه يوم جميل جدا. يوم جميل جدا فعلا. ليه انت مش جميل خالص؟ الراجل كان معاه حق. مش اشاعة. مرض يوم جميل جدا بيتقل. ماريو كمان. خبطتني النهارده يوم جميل جدا فانا مش متضايقة. ده الناس مش هتقوم. يوم جميل جدا انا هجري. ده لو رجلهم اتكسر، ده لو انت رجلك اتكسرت تاني يعني هتكون عادي خالص. لو عندك المرض هتفضل رجلي مكسورة لكن يوم جميل جدا. تعالى يا طب نعمل ايه؟ تعالى نسافر. أخبارنا عاجلة، مرض يوم جميل جدا انتشر في كل العالم. بلاش لازم نسافر يا طه. خلاص مرض يوم جميل جدا. لكن في مكان واحد بس ما فيهوش مرض يوم جميل. القطب الشمالي. تيجي نروح القطب الشمالي وخلاص. اوكي تعالى. بس هيبقى تلج قوي. مش مشكلة، المهم نهرب بأي طريقة. طيب احنا نروح. لازم ناخد معانا هدومنا الاول علشان ما تقلقش. ازاي؟ مش هينفع. طب ثانية، انا عارف ازاي هدومي تيجي. اديني حقنة عشان انا هفطر من مدينة جي تي اي. اوكي احنا رايحين مع بعض ما تقلقش، احنا مش بنعرف نادي بعض. طيب انا عندي فكرة يا توم، فكرة ذكية جدا. ايه؟ احنا ليه ما نروحش القطب الشمالي وطالما هو ما فيهوش. خد بالك يا توم على نفسك. ايه ده طريق جالهم مرض يوم جميل جدا في القطب. ثانية لا احنا عاديين حاجة. بص يا طم، طالما مفيش مرض يوم جميل جدا في القطب الشمالي، احنا نروح القطب الشمالي ونكون سبب ان احنا نشيل مرض يوم جميل جدا. ثانية احنا لازم نروح القطب الشمالي. كل الناس رايحين القطب الشمالي. لا ثانية ايه ده؟ لا ده يوم جميل جدا، لازم نفضل هنا. كويس. يلا بينا نروح. يلا. ايه ده الشمس بتدفيني قوي. الجو ساقع قوي. وانا فين؟ حضرتك في القطب الشمالي. انا بطريق في شارع بطريقي 30. ايه ده وانا لوحدي؟ توم انت فين؟ توم مكان مهجور هنا خالص. في حد هنا؟ حد يبقى موجود؟ لحمة؟ أنا عايزة أكل لحمة. أنا جوعت. طعم أنت فين؟ هو فين طعم؟ أنا خايف. أنا عايزة أمشي. طعم يا طعم. أنا عرفت إيه حل المرض. يوم جميل جدا يمشي. المية متجمدة. أنا عرفت إيه الحل. اننا نبقى حزناء. انا النهارده مش يوم جميل، النهارده يوم جاد جدا ولازم الاقي طعم. ازاي المكان فاضي خالص؟ هو لحق يروح مني ازاي؟ طعم يا طعم. انا عرفت انا عرفت حل مرض يوم جميل جدا. انا عندي
القوة السحرية. ليه ما رجعش توم؟ يعني هاتي يعني أنا ليه عملت كل الدراما دي؟ بس لحظة، يوم جميل جدا. لا لازم أفضل حزين. لا هرجع توم وهنحاول نفكر في حاجات تخلينا جدين. يعني هاتي يعني هاتي رجعي لي باباتي هاتي. وأنا ليه حاسس إن الدنيا اتغيرت. جيري توم توم أنت كنت فين؟ كنت في أنبوبة صغيرة كده كان مليانة نينيهات كتير صغننة ورحت جيت هنا؟ راحت اتفتحت كده على مرة واحدة وبعدين نطيت نطة كبيرة ووصلت عندك هنا بسبب سحرك طبعا لاني سمعت صوت صدى صوتك توم انا عرفت ايه حل مرض يوم جميل جدا ايه؟ ان احنا نخلي كل الناس حاسة انها حزينة شوية هو للأسف هيبقوا حزناء بس هو ده الحل الوحيد ان احنا وهيرجعوا فرحانين ان هما ما عندهمش المرض بالظبط بس هتحتاج تبقى صعبة قوي صح؟ ايوه يعني لازم نعرف عن الناس اكتر وكده علشان نعرف ايه اكتر حاجة بيخافوا لا بيزعلوا منها علشان يعني نعرف ازاي نزعلهم للأسف طيب احنا مش قصدنا نزعلكم يا اصحابي لا احنا قصدنا نزعل فاينود ايوه استنى طيب انا هطير فوق خالص وهشوف وابقى اعمل سحرك وجبني لا انا هطير فوق واشوف المكان واسع قوي واو المكان واسع الشمال كبير فاهم كلمني من فضلك حاضر ما تقلقش انت معاك التليفون في جيبك فهكلمك ايوه انا بكلم المكان واسع قوي يا توم وخيف سنه صراحه ما فيهوش اي حد غير البطاريق والبطاريق تحت البطاريق نادرا تشوفهم اصلا هنا استنى يا توم عشان انا حاسس اني قلقان شويه وما فيهم غير مدينه صغيره اصلا مهموره في القطب الشمالي المفروض البطاريق عملوها من سنين فمشيوا من البلد علشان مرض بدأ ينتشر وراحوا في الحتة الفاضية خالص وهيبنوا البلد تاني اي طيب يا توم انت فين؟ جيري ما انت عندك سحر طيب يعني هاتي يعني هاتي يلا ايه ده؟ ثانية انت قريب استنى انا يعني اتأمل هنا وهناك يعني هاتي يعني هاتي يلا نروح لمدينة جي تي هاتي اي توم احنا جينا لمدينة جي تي انا حولت الدنيا لضباب كده عشان الناس تبقى حاسه ان هي حزينه واحنا نحزنهم لا مش عايزينهم يبقوا حزناء جامد كده هيعملوا ايوه ماما النهارده كان يوم عادي مش يعني مش ما كانش يوم مميز للدرجه او يوم جميل جدا الفكره بتنجح يا طعم تعالى نمشي قدام ونشوف تاني مش النهارده كان يوم جميل بس ممل حبتين انا هروح البيت واستمتع مع عيلتي اكتر النهارده يوم حلو بس يعني يوم لازم يكون يوم طبيعي وما نبهدلش الدنيا وجميل الو ايوه يا ماما ازيك جبتي لي الاسباجيتي اللي انا بحبه جبتي لي الاكل الصيني الاكل الصيني بيتخن طب ماما الاكل الصيني بيتخن تعالى نمشي عشان اصحابهم يعني ممكن يضايقونا النهارده مش يوم جميل انتوا بتصوروا واو ازيكم احنا مش بنصور ولا حاجه شكرا دلوقتي استنى نشوف تاني تعالى دلوقتي هحول العالم لفرح شويه يعني هاتي يعني هاتي رجعي الدنيا فرحاتي بس من غير يوم جميل جدا يعني هاتي ما كنت تعمل كده من الاول وخلاص ايوه بس مش هينفع لازم نعمل حل الاول عشان ممكن يرجعوا تاني لو ما قلناش يلا سعادة يعني هي لكن أيوة. مش بزيادة النهاردة يوم مشمس وحلو بتنفع يا توم خلينا نكمل ونلم
مش يشوفي الناس. ماما انتي ما جبتليش دلش بكيت بتاعي. النهاردة يوم حلو جدا. يوم جميل بس مش بالمرض. بس فرح ومرح وجميل جدا. ازيك يا طعم انا بحبك جدا. ايوة. يوم ممتع وفرح ومرح. طعم الفكرة نفعت. يس. تعالى بقى نحتفل. لا ما عاد الاغنية دي. يوم فرح ومرح. يوم جميل. جدا بس مش بزيادة. انا جاي انت مستنى. يوم جميل. ايه استنى ده في حزينة فرح. توم اطلع بسرعة. يلا توم بسرعة. في كوكو في كوكو في كوكو. ايوه كوكو. استنى انا جاي. يلا انا غربت اهو. تعال نشوف الفرح. استنى. انا اخو البوبي السحري. عايز البوبي السحري. ازيك يا اخوه. انا اخوه عشان تعرفوا. ازيك عامل ايه؟ كويس. ان شفت احنا حلينا المشكله بتاعت يوم جميل جدا. خليناها يوم جميل جدا بس طبيعي. ما كنتوا تسالوني ما انا سحري. ماشي ما انا سحري بقى. تعالى نشوف الفرح يا طعم. شكرا يا البوبي. انا سحري اخو. شكلها حلو قوي يا طعم. تعال نشوف الحزيله بقى نفسها. ايوه فرخه بالراحه يا طعم. يلا نصورها صوره. يلا صورتها. واو بصراحه كانت حلوه قوي. كانت مغامره فظيعه. تيجي تشوف الصور. رايح عندك واوريك الصور. بص هم دول. شكلها مضحك قوي. تعالى طيب. تعالى بقى نركب العربية بتاعتنا ونروح. مش العربية المتكسرة دي طبعا. ايوه ونروح احنا نختار انهي بين الثلاثة بتوعنا. كلهم شبه بعض. دي يلا بينا. انا جاي تنتم. حاسس ان الدنيا طبيعية ومفيش حاجة. بس حلو. بصراحة المشكلة دي كانت ممتعة ان احنا نحلها بصراحة. عشان الحمد لله مفيش حد قاعد. توم وقف ثانية بس. تليفوني بيرن فمع اذنك لحظة عشان بعرفش اركز. استنى انا هركن. الو مين معايا؟ الو انا الشخصية الجديدة اللي في الفيديو الجديد بتاع جي تي اي. بعد اذنكم حلو مشكلتي انا عندي مشكلة. لا باي. تعال ننط في البحر. يلا ننط في البحر. يلا ايوه يلا نحتفل. بس استنى الاول ننزل بقى. بلاش ننط عند البحر بس ما نحلش المشكلة دي. طب ثانية شغل التليفون. ثانية تعالى نهرب. ده بتاع الفيديو الجاي فنهرب من جي تي احسن. بس انا عايز جي تي. تعالى بسرعة. لا القطب الشمالي مش كده. تعالى نعيش في البحر ونقول احنا مش توم وجيري. احنا نفس لابسين وخلاص ونعيش في البحر. يلا تعالى نحتفل في البحر. هو ده مش بحر بتاع فاين وود بتاعنا بس مش مهم. المهم ان هو بحر. ايوه احنا دايما عايشين على الشاطئ. يوم ممتع. يلا يا طعم تعالى ننزل بسرعه. انا هعوم. يا اصحابي احنا اسفين لاني لوني ازرق والميه لونها ازرق فممكن ما تشوفوش. طعم انا قلقان لحسن جبنتي تسيح من الميه. جبنتك تسيح. ما تحطها في العربيه. العربيه امان ما تقلقش. طيب استني يا توم انا عايزه اقول لك على حاجه وهرجع لك. هرجع إيه؟ لاصحابي تاني دلوقتي. باي يا اصحابي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد فيديوهاتنا. يوم جميل جدا. باي باي. هنحل المشكله تاني.